اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال الطقس بربوع المملكه لنهار اليوم السبت. غادي تشكل سحب منخفضه كثيفه خلال الصباح فوق الساحل الاطلسي مع نزول امطار خفيفه او بعض القطرات المطريه المحتمله في بعض السواحل الوسطى، فيما سيبقى الطقس مستقر ونسبيا سحبي باقي الجهات الاخرى. بالنسبه للرياح ستهب ضعيفه الى معتدله من القطاع الشمالي مع هبوب زوابع رمليه خفيفه ومحليه فوق الاقاليم الصحراويه، كما ستهب ضعيفه الى معتدله من القطاع الشمالي فوق سهول شماليه، في حين ستهب ضعيفة القوى من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد. بالنسبة لدرجة الحرارة خلال الليل غادي تتراوح ما بين 9 و13 درجة بالمرتفعات وما بين 15 و20 درجة بسهول شمالية وشمال الأقاليم الصحراوية، وغادي تكون ما بين 20 و26 درجة بسفوح الجنوبية الشرقية، فيما ستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعد الانخفاض الطفيف لا سيما بجنوب البلاد. بهذا كنختم معكم نشرة الجوية، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.